بداية بس قصة حقيقية الحقيقة لشخص أجنبي وأنا مش قادر أنساها وقلتها في فبراير اللي فات بس هفكركم. قال لي يا أحمد أنتوا شعب عندكم حميمية عالية جدا في حياتكم الشخصية. أنتوا بتروحوا تعزوا وتروحوا الأفراح تجاملوا والجار يسأل عن جاره والشخص العام تسألوا عليه. قبل بعض تحضنوا بعض وتبوسوا بعض. إنما ده في حياتكم الشخصية. إنما في الشغل ما بتعرفوش تشتغلوا كفايه. احنا في الغرب عكسكم تماما. يمكن انا ما اعرفش مين جاري لكن احنا في الشغل بنشتغل تاني. الحقيقه هتحسب للدكتور اشرف العربي انه بيحاول يغير هذه الثقافه ومد ايده كده في الوزاره عنده واحتضن مجموعه فرق كبيره. هبتدي زي ما قلت لكم الحلقه النقاشيه بمجموعة أضواء قصيرة لكل شخص من هذه الحلقة. هيبتدي محمد سعيد إسماعيل يتكلم بسرعة على النتائج اللي تمت وإيه البروسيس أو الموضوع مشي إزاي، وبعدين هناخد ثلاث أمثلة من ثلاث محاور، وبعدين طارق منصور في الآخر هيختم ده، وبعدين هنفتح باب الحوار. أهم حاجة عندي الحقيقة جملة اللي قالها دكتور أشرف وعشان ما نخسرهاش في وسط حماسكم، يعني مش عايز اقول بقى ايه عندنا ويب سايت وعندنا معرفش ايه، لا. وانتوا خارجين كل واحد حاسس في نفسه انه عايز يكون جزء من هذه المبادره وهذا الجهد، اذا سمحت يسيب اسمه وموبايله والبريد الالكتروني بتاعه والمحور اللي هو عايز يشارك فيه. ايمن سؤال يورس. اولا قبل ما ابتدي انا يعني فيل هامبل ان انا واقف في اوضه ناس كتير من الموجودين هنا اساتذتي وتعلمت منهم حاجات كتيره، فانا واقف هنا ممثلا عن تقريبا وصلنا 85 واحد خبير وناس قامات اشتغلت في البرودكت اللي احنا هنقدمه لكم النهارده. وكان معانا من الاول عارف ان انا عمري ما قلت على اللي احنا بنقدمه برودكت غير النهارده، لان احنا النهارده بقى عندنا منتج حقيقي او بدايه حقيقيه لرؤيه مصر. قبل ما ابتدي في شكر واجب، انا عارف كلنا شكرنا دكتور اشرف بس انا بشكره تاني نيابه عن ال 85 واحد اللي اشتغلوا، لانه بجد دكتور اشرف ادانا كل الدعم، ويعني دكتوره نيهال هو خلاها تبقى معانا طول الوقت وهي قضت وقت كبير جدا من وقتها مع الفريق ده. وبشكرك ان هو استحملنا لاننا كلنا كنا متطوعين، فبالتالي عشان نخلص الشغل ده في وقت السنه يعني هو عنده حق انه يقول كان ممكن ناخد وقت اقل من كده، لكن اللي اشتغل جوه الفريق عارف قد ايه كان في صعوبه ان احنا نلم الناس كلها مع بعض. الموجود دلوقتي هو رؤية مصر، الهدف منها ايه؟ يمكن يعني انا شخصيا ده واحد من احلام حياتي، لاني طول عمري مقتنع ان مشكلة مصر الحقيقية هي اننا ما عندناش حلم نتلم حواليه كلنا. فاحنا هنا عايزين بنعمل عشان نصيغ الرؤية دي عشان نوصل انها تبقى خارطة طريق لينا كلنا. وعشان حقيقي نستفيد من امكانياتنا اللي موجوده والمميزات التنافسيه لمصر. ويمكن خلال الفتره اللي احنا اشتغلنا عليها كان دايما بيطلع هنعمل ده ازاي، احنا دوله فقيره. الحقيقه مفهوم ان احنا دوله فقيره ده مفهوم في منتهى الخطوره، لان احنا دوله في منتهى الجنون. احنا دوله غنيه جدا لكن احنا يمكن عندنا لو هقول فقيره في حاجه فقيره في قدرتنا على اننا نفكر بشكل كبير. لو حطينا الاهداف دي قدامنا بعد كده كل شيء هيبقى سهل، فده الدور الحقيقي اللي الرؤيه المفروض تلعبه. ليه محتاجين رؤيه؟ وانا عارف ان الناس اللي في الاوضه هنا هيبقوا عارفين ده زي ويمكن اكتر، لكن اولا احنا عايزين يبقى في بارقه امل. عايزين الناس يشوفوا لايت ات ذا اند اوف ذا تانل. احنا في
في تانل مظلم جدا والظلام بتاعه عمال يزيد يوميا، وانا هستحمل بس استحمل ليه؟ الحاجة التانية ان احنا هيبقى عندنا تخطيط للمستقبل ونبقى نتعامل مع التحديات الحقيقية. عشان نتعامل مع التحديات الحقيقية لازم نبقى بنقول احنا عايزين نوصل للمكان الفلاني عشان ابقى عارف ايه تحديات المكان ده. لو انا عايز اروح اسكندرية في تحديات مختلفة تماما على التحديات اللي هتقابلني لو انا عايز اروح الوادي الجديد او اروح اسوان. حاجة تانية التعرف على الامكانيات الحقيقية والميزة التنافسية بتاعتنا عشان نكون لاعب فاعل في المنطقة. زي ما شفنا كل الدول اللي حوالينا بقالها مكان، بقالها ايدنتيتي معينة. شفنا حتى دول يعني بدأت بعدنا زي الامارات او اي من الدول دي بقالها مكان، بقالها ايدنتيتي معينة، في ديستنيشنز معينة هم عايزين يوصلوا لها. تحديد الادوار لكل واحد فينا، يمكن يعني فكرة التيم وورك احنا دايما بنشتكي من اننا ما عندناش تيم وورك، بس بداية التيم وورك ان انا ابقى عارف هو انا دوري ايه في التيم. دي البداية الحقيقية. لو حتى خدناها على مثل على الرياضة، لو نزلنا فرقة كلها وما قلناش لفريق الكورة انت باك وانت مهاجم، مهما كان الـ كل واحد في دول محترف في النهاية مش هيبقوا تيم وورك. فجزئية ان انا ابقى عارف دوري ايه جوه المنظومة دي كلها، وان طبعا يبقى عندنا اتجاه طويل المدى ومستمر. ويمكن دكتورة اشرف اكد على النقطه دي انه المنتج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده ما هوش مفروض ان هو يتغير بتغير الظروف المحيطه بي. وفي النهايه ندي للمجتمع المدني وللبرلمان وكل الاجهزه سواء كانت الرقابيه او التشريعيه خطه واحده كلنا نشتغل عليها ونتابعها. المراحل ايه؟ احنا عندنا الحقيقه ثلاث مراحل رئيسيه خلصنا منهم مرحلتين، والمرحله الثالثه دكتور اشرف عمل لها يعني حمله انطلاق خلال الاسبوع اللي فات واللي هي مرحله المرحله الاولانيه كانت مرحله تحضيريه. كل اللي كنا بنحاول نعمله فيها ان احنا ندرس الوضع الحالي ايه؟ ونشوف ايه المبادرات اللي كانت موجوده سواء كانت محليه او دوليه. وهنا انا عايز اشكر لانه في الاوضه هنا ناس كتيره قوي المبادرات بتاعتهم زي رينال، زي مصر 2030، في اكثر من مبادره كانت موجوده ودول كانوا اساس ان احنا بنينا عليه. وكمان عايز اشكر المجلس لانه ودكتور احمد طبعا لانه بدايه العمليه احنا اتلمينا كلنا في المجلس وقلنا المبادرات دي كلها موجوده تعالوا نلمها تحت مبادره واحده. الحاجة التانية ان احنا نحدد اهم المشاكل اللي بتواجه الدولة ايه. كان في يعني اعداد كتيرة مع اكتر الخبراء اللي كانوا موجودين عشان نوصل ايه التحديات الحقيقية اللي بتقابلنا، وبعدين بعد كده نشوف ايه المتغيرات المحلية والدولية سواء كانت طرق التمويل. طرق التمويل من البنك الدولي او من المنظمات الدولية اتغيرت، والمعايير اللي بيحطوها عشان يمولوا اي دوله اتغيرت عن الفتره اللي فاتت، فلازم نحط ده في اعتبارنا لانه فكره اننا ننجح لوحدنا ما اعتقدش انها فكره صح، واعتقد كلنا مقتنعين ان احنا لازم يبقى نتعامل مع الدول المحيطه بينا. في تغيرات دوليه زي تغيرات موازين القوى. كلنا عارفين انه احتياج امريكا للبترول من الجلف ده هينتهي في 2020 او ما كانش قبل كده، ان الاقتصاد الصيني يتعدى اقتصاد امريكا ده خلال السنين القليله اللي جايه، فده تغيرات كتيره للموازين لازم نعرف ده واحنا بنحط الرقم. بعد كده ابتدينا مرحله اعداد التوجهات الرئيسيه. يمكن دكتور اشرف النهارده اتكلم على ودي كانت منتهى الصراحه يعني من اكبر التحديات اللي احنا قابلناها خلال الشغل. اننا ازاي نركز على الوات مش الهاو. بطريقه او باخرى احنا شاطرين جدا في الهاو، يعني اول ما بنبتدي انا هقول لك ايه البرامج اللي نعملها. طب نعمل البرامج دي عشان ايه يا جماعه؟ رايحين فين الاول؟ فدي المرحله اللي خدت مننا جهد جامد جدا. احنا نحدد التوجهات الرئيسيه وبعدين حطينا هيكل رئيسي للرؤيه اللي هي مكونات هنتكلم عليها دلوقتي، وابتدينا مع كل مجموعه وهنا اتقسمنا بقى لمجموعات وخبراء في كل محور يحط صيغه للرؤيه والغايات والاهداف.
دي كانت المرحله الثانيه. المرحله الثالثه هنبتدي بقى في الهاب، اللي هو ده المكان اللي احنا رايحينه وكلنا متفقين عليه، ازاي نوصل للمكان ده خلال السنين دي. تمام؟ فالمرحله الاولانيه بصينا فيها، اولا قسمنا نفسنا لكذا فريق. كان عندنا الفريق المحوري اللي كان بيشوف الشكل العام للرؤيه، وده كان بقياده دكتور اشرف العربي، وبيحدد اولويات المشروع ايه، ونرجع نراجع معاه في كل مرحله احنا وصلنا لايه. وبعدين كان في فريق دوره ان هو ينسق ما بين المجموعات. ولو انا يعني انا عارف انه حضراتكم بتشتغلوا في مشروعات كتيره مثيله لده، واحده من الليرنينج الكبيره اللي كانت عندنا هي اننا عملنا فصل للمجموعات، فما خلينا خبراء التعليم يبقوا مع مجموعه التعليم، خبراء الطاقه مع مجموعه الطاقه. ده ساعدنا كتير جدا، لانه الحقيقه لما بنلم ناس من او خبراء من خبرات مختلفه، في النهايه قدرتنا على اننا نحقق اللي احنا عايزينه في المجال ده بتقل جدا. وبعدين بعد كده عملنا فريق الاستراتيجيه اللي ابتدى كان بيحضر من الاول للمرحله الثالثه، عشان كده قدرنا نبتدي المرحله الثالثه بسرعه. وفي فريق للتواصل المجتمعي كان يعني تركيزنا عليه في الفتره الاولانيه اقل بكتير من التركيز اللي هيبقى موجود في الفتره اللي بعد كده، لانه ما كانش عندنا منتج هنتواصل بايه؟ فاحنا كنا مركزين اكتر من ان نطلع المنتج. اللي احنا عملناه انه كان في اسلوب تشاركي زي ما اتكلمنا كلنا، وصممنا الاستراتيجيه ومقترحات من الجهات المحليه. شفنا كل الانشيتيفز اللي حصلت قبل كده، وانا يعني عشان الوقت مش هقراهم كلهم، بس بشكرهم كلهم على ان هم ساعدونا وادولنا كل اللي عندهم، وشفنا استراتيجيات بتاعه دول ثانيه. طيب ايه اللي كان لما جينا عملنا اناليسز لكل ده، ايه اللي كان بينقص المبادرات اللي كانت موجوده عندنا قبل كده؟ ودي كانت نقطه بالنسبه لنا مهمه جدا. احنا وي دونت ونت تو ري انفنت ذا ويل، بس عايزين نكمل على اللي موجود. فايه اللي بينقص ده؟ نمره واحد، كان في ملاحظه واضحه جدا ان غياب لاهداف واضحه متفق عليها نقدر نكسب. فمعظم الشغل اللي قبل كده كان من وجهه نظري ومن وجهه نظر المجموعه كلها معظمها في الحرب، معظمها استراتيجيات وخطط، لكن هتودينا فين دي كلها مع مش واضح. الحاجه الثانيه انها لا تتطرق للمشاكل الحقيقيه بتاعتنا. ففي كان انا يعني سامحوني هقول الكلمه دي، كان في بلاك بوكسز، كان في كده حتت دونت تاتش، زي مثلا الاصلاح الحكومي. معظم المبادرات اللي بصينا عليها قبل كده كانه الحته دي مش موجوده. فالنهارده قلنا لا، ده ما ينفعش ده يبقى الوضع. الحاجه الثانيه انه كان في غياب لاطار متكامل للرؤيه. لما بصينا على الرؤى لقينا انه في رؤيه مركزه على التنميه العمرانيه، ده البيز بتاعها. في جزء تاني مركز على الناحيه الاقتصاديه. ما لقيناش رؤيه فيها كل الاوجه متكامله مع بعضها، فبالتالي بيبقى دايما فيها خلل. ما كانش في هدف، ما كانش في حلم، ما كانش في حاجه نقدر نبيعها للناس. ما فيش مانترا، ما فيش حاجه اقدر اقول هو ده اللي انا عايز اعمله. وما كانتش بتبص على اي من المخاطر اللي حوالينا. يعني حاجه مثلا من الحاجات اللي احنا بصيناها واحنا بنعمل اناليسز على المخاطر، هي انه في مخاطر في اثيوبيا. فاحنا لازم الاهداف بتاعتنا سواء كانت امن قومي او اقتصاد او ايا كان تتعامل مع المخاطر. دي الاتجاهات زي ما قلت اللي احنا بصينا عليها. واساليب التمويل زي ما قلت، سواء كانت الدول المانحه والدول الناميه. بعد كده بعد ما بصينا على الباك جراوند ده كله، ابتدينا نخش في مرحله على التوجهات. منتهى البساطه، ومصطفى طلب مني ان انا اقرا بقوه وعزيمه المصريين وحلول 2030 هتكون مصر الجديده القائمه على العداله والتنميه المستدامه ذات اقتصاد تنافسي ومتنوع، يعتمد على الاختبار والمعرفه، يستثمر عبقريه المكان
والإنسان ويرقى بجودة الحياة وسعادة المصري. أنا قريت الستيتمنت والحقيقة اللي كتبها أصغر واحد في المجموعة مصطفى. واللي عايز أقول عليه إيه، إحنا ممكن هنا أنا متأكد إن كل واحد هيبقى عنده مصطفى. كل واحد فينا هيأكيد هيبقى عنده إضافة وهيبقى شايف لغويا ممكن نغير فيها. أكيد. أوكي، بس مش ده المشكلة. المشكلة إن إحنا عايزين حاجة واحدة كلنا نتجمع عليها. بمنتهى البساطة كل اللي إحنا بنحلم بيه أو كل اللي الرؤية دي بتحلم بيه إنه بحلول 2030 مصر تبقى من أكبر 30 اقتصاد في العالم. وعايز أقول لكم لما قلنا أول مرة من أكبر 30 اقتصاد في العالم معظم اللي موجودين هجوم شرس، ازاي تفكر في ان احنا نبقى من اكبر 30 اقتصاد في العالم؟ احنا هنوصل لفين ازاي نبقى من اكبر 30 اقتصاد في العالم؟ 30 20 سنه 2050 هنبقى قلنا 2050 نبقى من اكبر 20. فاحنا النهارده بنتكلم على من اكبر 30 اقتصاد في العالم. النقطتين التانيين اللي احنا بصينا عليهم هي من اكبر 30 دوله على مستوى التنافسيه. ايه اهميه ان احنا نبقى من اكبر 30 دوله على مستوى التنافسيه؟ ده المقياس اللي هيضمن لنا الاستمراريه. ده السستينابيلتي ايلمنت. لو احنا فعلا عدلنا كل الارياز بتاعه التنافسيه بتاعتنا هنقدر مش بس نوصل ل 30، من 30 نطلع ل 20 بعد كده بمنتهى السهوله، يعني مش سهوله قوي بس هنقدر نوصل كده. النقطه الثانيه ان احنا بنعمل كل ده ليه؟ هل احنا بنعمل كل ده عشان مجموعه صغيره مننا؟ لا، احنا بنعمل ده عشان سعاده المواطن المصري. فقلنا احنا لازم نبص على مقياس سعاده المواطن. ففي النهايه لما جينا يعني عملنا سمري ده قلنا انه دي رؤيه شعب لسعاده المواطن المصري. فهو ده المنتج بتاعنا، رؤيه شعب لسعاده المواطن المصري. لو كلنا اتفقنا على ده اللي بعد كده سهل. نقطة تانية كانت حوارية وفيها جدال كتير زي ما الدكتور أشرف كان تفضل وقال، هي هنعمل ازاي؟ احنا بمنتهى البساطة الكونسبت هنا بيقول ايه؟ لو احنا عايزين نوصل لأننا نبقى من أكبر 30 اقتصاد ومن أكثر 30 تنافسية وأسعد 30 شعب، ايه لازم أول حاجة نبص عليها هي ايه إمكانياتنا الحقيقية ونحسن استغلالها. إمكانيات مصر الحقيقية بمنتهى البساطة حاجتين، أرض وناس. فيبقى نمرة واحد لازم يبقى عندنا توسع في التنمية العمرانية، وتامر النهاردة هيكلمنا على التنمية العمرانية. وبالمناسبة أنا كنت امبارح مع دكتور مصطفى مدبولي كنا بنتكلم على التنمية العمرانية. الرقم اللي احنا النهاردة 6% مش ما وصلناش حتى 7%. بالمناسبة الفراعنة وصلوا ل 3.2%. أكيد احنا نبقى عارفين ليه الناس دي كانت عايشه مبسوطه، كانواش حاضنين بعض زينا، احنا حاضنين بعض جدا عن اللزوم. يعني احنا كان عددهم قد ايه في الوقت ده من 5000 سنه وكانوا عايشين على 3.2%. احنا النهارده وصلنا ل 85 مليون وكل اللي ضفناه اقل من اللي هم ضفوا. اوكي، فاحنا لازم نوصل ان شاء الله ل 14%. ازاي نطلع من 6% ل 7%؟ وده الهدف بتاع التنميه العمرانيه. النقطة الثانية اللي هي الأساسية بالنسبة لنا هي الناس، المولد البشري. بدل ما كنا بنفكر فيه طول عمرنا إنه إحنا مشكلتنا إننا عندنا ناس كتيرة، أكشلي معظم الدول اللي حوالينا عشان تنجح استوردت ناس بكل المشاكل اللي بتيجي مع استيراد الناس. فإحنا لازم نبص على الناس بتوعنا إزاي إن إحنا نقدر نقلل عدد أو نستغل القدرات بتاعتنا البشرية. الحقيقة كان في ديبيت كتيرة جدا وفي النهاية وصلنا إنه أهم حاجة عشان نقدر نستفيد من الموارد البشرية هي التعليم. فقلنا هنركز على التعليم، ده البيزك نيد بتاعنا. بعد كده قلنا في ممكنات استراتيجية، إيه الممكنات الاستراتيجية بتاعتي؟ نمرة واحد إن يبقى عندي جهاز حكومي كفء، لأنه في النهاية ممكن كلنا نقعد نقول مجتمع مدني وقطاع خاص والكلام ده كله، لكن في النهايه كل الخطوط دي لازم هتعدي على الجهاز الحكومي. فلو الجهاز الحكومي مش بيديني برودكتيفيتي عاليه او افشنسي عاليه
هو بيمكنني كل اللي احنا بنحاول نعمله الايفكتفنس بتاعته هتقل. فهنا قلنا الاصلاح الحكومي والشفافيه، وده اتحط معاه التشريعات، ازاي يبقى في الجزء ده في تشريعات تمكنها من جهاز حكومي كفء. النقطه الثانيه هي امن قومي، ان كل المخاطر اللي بتحيط بينا وبالمنطقه اللي احنا فيها لازم يكون عندنا امن قومي قوي. ونتكلم هنا على الامن القومي، المناقشات كلها دارت على اننا ازاي نغير منظومه الامن القومي من منظومه معتمده على العنصر البشري النهارده لمنظومه بتستفاد من احسن الانظمه في العالم اللي كلها معتمده على تكنولوجي وسي سي تي في كاميرا والكلام ده كله. فده لازم يبقى فيه تغيير شامل. بعد كده بيجي بقى الاعمده الرئيسيه، الاقتصاد والطاقه والابتكار والصحه والثقافه والعداله الاجتماعيه. وهنا بالمناسبه لما بنقصد العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه مقصود فيها حاجتين، هي العداله والحمايه الاجتماعيه. لما جينا بصينا على دول قلنا اوكي عايزين يبقى عندنا ستاندرد لكل واحده من المحاور. فقلنا كل واحده من المحاور دي هيكون عندها ثلاث حاجات رئيسيه. اولا ايه الاهداف بتاعت المحور ده؟ وهدف المحور ده بيأكت كرؤيه او كهدف للمحور ده، لكن هو برضو الاستراتيجيه بتاعت ان انا احقق 30 30 30. الحاجه الثانيه ان يديني مؤشرات قياس عشان اعرف اقول هل احنا ماشيين في اتجاه مظبوط ولا لا ونقدر نصحح المسار. الحاجه الثالثه والمهمه جدا بالذات لينا احنا من الخبره اللي قلناها، ويمكن دكتور اشرف كان يعني دايما مصر على النقطه دي، ان احنا نحدد مصدر الهدف. لان احنا شاطرين جدا انه نقول انا عايز اوصل للرقم ده، بس كل مره اغير المصدر. ففي ال 100 مليون سورسز اوف داتا، فلو انا غيرت الطريقه اللي بقيس بيها الهدف ممكن احقق الهدف بدون ما اكون عملت اي تقدم. فكان مهم قوي ان احنا نقول مصدر المؤشر ايه. انا هنا هدي مثال ل اكزامبل صغير وبعدين بعد كده هننقل على شوف 1 مينت. فاحنا كمثال ده لو جينا قلنا على الشفافيه وكفاءه المؤشرات الحكوميه، الهدف بتاعه او الرؤيه بتاعته اللي هي الاستراتيجيه لان انا ابقى 30 30 30 ان يكون عندنا جهاز حكومي واداري كفء وفعال يتسم بالمهنيه والشفافيه والعداله والاستجابه والجوده ويخضع للمساءله ويعلي من رضاء المواطن بما يلعب تحقيق الاهداف التنمويه. كلام جميل وكلنا سمعناه قبل كده، بس احنا ما وقفناش هنا. احنا قلنا هايل الكلام ده حلو قوي، اقلبوا لي بقى الارقام. فخدنا كل واحده في دول وابتدينا نحط نمبرز اجنست عشان نقدر بعد كده نقيس هل احنا واصلين في ال يعني محققين الهدف اللي احنا عايزينه ولا لا. بس احنا بنتكلم على زياده سنويه 10% في الخدمات المقدمه عن طريق الغير، وزياده سنويه 20% في استخدام اساليب جديده. سهل جدا ان انا اقدر اقيس دي. وهكذا في كل واحده منهم حطينا ارقام. يمكن لما يعني دكتوره نيهان ودكتور ماجد وتامر هيتكلموا هنشرح اكتر تفاصيل الاهداف وازاي احنا عملنا. اخر حاجه ان احنا بقى وصلنا للمرحله الثالثه، هنبتدي في الهاب. منتهى البساطه احنا شفنا ان المرحله دي والدكتور اشرف يعني كان يعني مقتنع بده تماما، هو انه احنا هنا عايزين ما ينفعش بقى نبقى معتمدين على تطوع. احنا هنا محتاجين حد يبقى بروفيشنلي شغال على الموضوع ده داي ان داي اوت، لانه ان انا احول الاهداف لاستراتيجيات ده بياخد مجهود اكتر ومش عايزين كمان نقضي فيه سنه. فحصل تعاقد مع فريق عمل من شركه لوجيك وهي واحده من احسن الشركات اللي موجوده، والميزه الرئيسيه انها شركه مصريه. وعملنا فريق عمل مركزي، نفس الفريق احنا لسه بنتابع، ولكل محور المنسق بتاعه وممثلين من الوزارات. في النهايه اللي احنا عايزين نعمله انه خلال المرحله دي كل واحد من الاهداف دي الاستراتيجيه هيتحول لاستراتيجيه ازاي هنحقق الهدف ده وايه الخطط سنه بسنه عشان نقدر بعد كده تبقى دي من ضمن خطط الوزارات. الهدف هنا عايزين يبقى فيه توحيد لرؤيه المشروع عند كل الاطراف المعنيه، فبالتالي كل الوزارات تبقى شغاله على حاجه واحده والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
انه يبقى في توافق ما بين جميع الاطراف على الاهداف الاستراتيجيه ومؤشرات القياس والمبادرات والبرامج والسياسات الرئيسيه. وهنا في نقطه مهمه جدا، انه لما هنحط الاستراتيجي لما اجي اناقش الاستراتيجيه دي لازم اناقشها فيرسس الاوبجكتيف، مش انه الاستراتيجيه دي كويسه ولا لا، ممكن دي تكون احسن استراتيجيه في الدنيا لكن ما هياش احسن طريقه توصلني للهدف بتاعي. زي تاني ما قلت، ممكن انه ان انا عايز اروح اسكندريه ممكن جدا يكون اسرعني ان انا اروح بالقطر مش ان انا اروح بالطياره، غير لما اروح اسوان. بعد كده بنحط الاهداف الاستراتيجيه، ده مثلا بيوضح ازاي هنبص على الاسئله اللي لازم نسالها. والجدول الزمني اللي موجود بياخدنا لغايه اخر ابريل. اخر حاجه هقولها وهقفل بكده، ان واحده من الحاجات اللي احنا مقتنعين بيها تماما انه في كل واحد من المحاور دي احنا محتاجين حاجه سميناها جيم تشينج. احنا في مرحله مش بتاعه ان انا دو ا ليتل بيت اوف ذا سيم فهنوصل لحته ثانيه، لا احنا محتاجين جيم تشينج. فلازم هناخد كل واحد في دول ونقول ايه جيم تشينج في الاريا. وشكرا. شكرا لايمن، اكسلنت برزنتيشن، بس الوقت زاد عن اللازم. الحقيقه انا كنت يعني مشكورا ان الدكتور اشرف كان ادانا نص ساعه زياده، بس كان الهدف منها ان احنا نديكم فرصه اكتر للكلام، مش ان الناس تاخد فرصه اكتر للحوار. فنفسي في ثلاثه من المتحدثين القادمين يتعاطفوا مع الجمهور شويه. تحدثنا الثاني دكتور ماجد عثمان، احنا هندي ثلاث مثال زي ما قلنا عن ثلاث محاور. دكتور ماجد هيكلمنا عن محور العداله.
سوى الغني. هي دي الحاجه اللي يعني لازم المجتمع يحاول يتجنبها حتى لا يحدث صراع سياسي في المجتمع. ومن هذا المنطلق اصبح من الضروره ان يكون في محور للعداله الاجتماعيه في هذه الرؤيه وفيها بعد اجتماعي قوي. الثيوريتيكال فريم اللي احنا بننطلق منه انه في اي نظام ظالم بيحاول يعمل بعض البرامج اللي تقع تحت طائله العداله التصحيحيه ثم يرتقي الى اعلى بانه بيعمل عداله توزيعيه ثم يطلع الى المرحله المثلى اللي هي فيه انصاف كامل. الانصاف الكامل دي ده بيقابله او بيمشي معاه لا مساواه مقبوله اجتماعيه. يعني في لا مساواه مش هنقدر ان احنا نلغيها لان قدرات الناس في النهايه مختلفه، لكن يكون الهدف هو تحقيق الانصاف الكامل. وده هو الاطار النظري اللي بننطلق منه. في النهايه احنا عايزين نطلع من هذه الدائره الحمراء اللي هي فيها عداله تصحيحيه الى عداله توزيعيه الى انصاف كامل في كل بعد من الابعاد دي، اللي هي فيها بعض الحاجات اللي بتعبر عن راس المال البشري وبعض الحاجات اللي بتعبر ايضا عن راس المال الاجتماعي، اللي هو الاحساس بالعداله، الاحساس بالامان، الثقه، المشاركه. كل هذه القيم هي قيم راس مال اجتماعي يجب الا نغفلها، لكن طبعا راس المال البشري هو المحرك لاحداث هذا التغيير. الاهداف اللي بنتكلم عليها في هذا المحور هو خلق فرص الحراك الاجتماعي من خلال برامج متحيزه للفقراء او الفئات الاضعف، تقليل التفاوتات التنمويه بين المناطق الجغرافيه وبين الحضر والريف وبين المناطق المخططه والمناطق العشوائيه الى اخره، وثالثا تحقيق الحمايه للفئات الاولى بالرعايه ومسانده شرائح المجتمع المهمشه. العداله الاجتماعيه حتى نؤثر فيها يجب ان يكون في سياسات عامه بتسير في تحقيق في مجال تحقيق العداله الاجتماعيه، لكن ايضا منظور قيم مهمه، لانه القيم السائده هي قيم بتحفز فكره الايكوال اوتكم مش الايكوال اوبورتيونتي. فاحنا بنتكلم على ايكوال اوتكم، فاحنا عايزين نعمل حد اقصى للجمهور، عايزين نعمل جرائد تصاعديه، لكن ما بنفكرش في تحول في السياسات بحيث انها تمكن الفقراء حتى يخرجوا تدريجيا من دائره الفقر المغلقه او المفرغه، ويقدر يحصل الحراك الاجتماعي فيتشارك من على كامل الدوله في الاجيال القادمه، ولا يظل الفقر يتم توريثه من جيل الى جيل. النقطه المهمه كمان يجب ان تكون في بنيه تشريعيه وبنيه مؤسسيه تؤدي الى احداث العداله الاجتماعيه، ولازم يكون في معالجه للنمو السكاني حتى لا يزداد الفئات الافقر ناحيه العدد، وبالتالي يظل المجتمع محمل باعباء اضافيه. وايضا يجب اعاده النظر في دور العمل الخيري بحيث يكون له بعد تنموي اقوى من كده، لانه العمل الخيري بيتصرف على تخفيف عن الفقراء لكن مالوش سياسه طويله الاجل من اجل احداث هذا الجيل الجديد. زي ما كل زملائي قالوا قبل كده انه يمكن الحاجه الجديده في هذه الرؤيه مقارنه برؤى سابقه هي انه كان فيها فكره القياس حتى نستطيع ان احنا نعمل بنش ماركينج لنفسنا ونشوف هل الهدف بيتحقق مع الوقت ولا بنظل كما نحن وبنتكلم بس لكن عند واقع لا يحدث فيه تغيير. حتى نعمل هذا القياس كان لازم نفكر ايه هي الفئات اللي بتعاني من استبعاد الاجتماعي في مصر، اللي هي الفجوات الناتجه عن قيم العداله الاجتماعيه، ثم نفكر في المحاور اللي بتعبر عن راس المال البشري وراس المال الاجتماعي. الفجوات اللي احنا هنتحدث عنها هي الفجوه بين الفقراء والاغنياء، الفجوه بين الذكور والاناث، الفجوه بين الحضر والريف وبحر الجبلي والمناطق العشوائيه والمناطق المخططه، وطبعا الفجوه الرئيسيه اللي موجوده بسبب الاعاقات الموجوده في المجتمع. هنا في ملاحظتين، الملاحظه الاوليه انه في تفاعل بين الفجوات، بمعنى انه اذا كان في فجوه في النوع الاجتماعي اذا ارتبطت بها فجوه في الثروه وارتبطت بها فجوه في محل الاقامه، فاحنا بنتحدث عن امراه فقيره في ريف الوادي الابلي وضعها بيكون سيء جدا. يعني على سبيل المثال اذا نظرنا الى احصاءات التعليم هنجد انه التحاق الذكور والاناث
والجامعة مفيش فرق كبير بينهم، لكن إذا نظرنا إلى الفقراء الفرق بين الذكور والإناث ما بين الفقراء بيكون لغير صالح المرأة. ففي بعض المؤشرات الأول وهلة يعني الفجوات دي لا تسبب أي نوع من الابتعاد الاجتماعي، لكن عندما تتجمع هذه الفجوات لنجد إن في شرائح فعلا بتعاني في هذا المجتمع بشكل أكبر. الملحوظة الثانية إن إحنا يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا اللايف سايكل أبروش. إحنا بنتكلم على لحظة واحدة، وهنا المثال المهم أوي إنه قد نجد إنه التعليم الجامعي لا يفرق ما بين الذكور والإناث، لكن التشغيل بيتحيز ضد الإناث بشكل كبير. فإذا نفكر في اللايف سايكل أبروش كله، مش ناخد لحظة واحدة بس في نظرتنا للأمور. المحاور اللي احنا بنتكلم عنها مش هدخل فيها تفصيليا، لكن بنتكلم عن طبعا المعرفة بمعنى الأوسع، يعني مش مجرد التعليم والشهادات، لكن المعرفة والتدريب والتشغيل، الصحة، الثقافة، الترفيه، الأخر، ثم المعايير أو المحاور بتاع رأس المال الاجتماعي اللي بتتضمن الشعور بالعدالة، الثقة بالآخر، الرضا عن الحياة، الشعور بالأمان، المشاركة. كل هذه الأفكار مرتبطة بما قيل انه حتى يصل المجتمع المصري الى درجة من السعادة، احنا عندنا الثقة مثلا رفيق السلطة وهو جزء هام من رأس المال الاجتماعي منخفض جدا مقارنة بدول اخرى، وده بناء على دراسات اتعملت وتكررت على مدى 5 سنين اللي فاتوا كلها بتؤكد هذا. المؤشرات اللي احنا بنتكلم عنها مش هتكلم عن المؤشرات الخاصة بالحماية، لان يمكن كل حضراتكم عارفينها ان احنا بنعمل مثلا معاشات للارامل، بنعمل بيوت ايتام الى اخره، لكن بنتكلم على مؤشرات التمكين، واحنا بنحاول ان احنا نفكر في المؤشرات التي يمكن ان تحدث هذا الجيم تشينج. واحنا بنتكلم على زياده نسبه الطلاب المقيمين في المناطق الفقيره ولكنهم ملتحقين بالمدارس النموذجيه او مدارس ذكيه او مدارس حاصله على شهاده جوده التعليم. يعني هنا يجب ان يكون يبقى عندنا تحيز في التعليم، وهنا بقى العلاقه بين هذا المحور ومحور التعليم، وفي تحيز في التعليم للأكثر بحيث ان احنا نستطيع ان نعطيهم الاستاد دي اللي حطيناها بحيث ان يقدروا يحدثوا الحراك الاجتماعي. مؤشر ثاني مثلا زي زياده نسب تلاميذ المرحله الاعداديه الحكوميه اللي بيجيدوا استخدام الحاسوب. يعني انا مش بتكلم على ان واحد في الاعداديه ما يعرفش يقرا ويكتب، لا احنا عايزين كمان الطلبه اللي في المدارس اللي في المناطق الفقيره يستطيع ان يجيدوا استخدام الحاسوب. زيادة نسبة التحاق طلاب المناطق الفقيرة بالتخصصات عالية المردود في التعليم الجامعي. في دراسة مؤخرة بتقول انه الالتحاق بالتعليم الجامعي ضد الفقراء، بمعنى انه التعليم الجامعي اللي احنا حريصين على ان احنا نحتفظ بمجانيته، فرصة الفقير مقابلة الغني 1:7، لكن الالتحاق بالتخصصات الهندسية والطبية 1:162. يعني ما بين 20% الفقراء و 20% الاغنياء، احنا مش بنتكلم على الجامعات الخاصه، بنتكلم على الجامعات الحكوميه، فرصه ان الطالب اللي ينتمي الى الافقر ان هو يلتحق بهذه التخصصات 1:162 مقارنه ب 20% الاغنياء. فاحنا عندنا برضو مشكله كبيره جدا. فاحنا اتكلمنا هنا على زياده الالتحاق. ايضا فكره العمل اللائق وكيف ان احنا نستطيع ان احنا نحرك العمل اللائق بحيث انه محدودي الفقر والفقراء يستطيعوا ان يكون لديهم عمل لائق، عمل كل الوقت، عمل في القطاع الرسمي، وما يفضلوش دائما في المنطقه المهمشه ويظل الفقر يورر من جيل الى جيل. الخطوات التنفيذيه هنتكلم عنها في الفتره الجايه. دي صور موجوده في الوضع قريبة جدا في قلب القاهرة زي ما حضراتكم شايفين. وبختم أقول كلامي إنه العدالة الاجتماعية الآن، وإذا لم تكن العدالة قيمة يوم بها البعض فليتجنبوا على الأقل ذلك اليوم اللي لن يجد الفقير شيئا يأكله سوى الغد. شكرا شكرا للدكتور ماجد، ويعني على تأكيده أن فكرة العدالة الاجتماعية فكرة أوسع بكثير جدا من فكرة شبكات الأمان الاجتماعي أو السوشيال سيفتي نتس أو عملية الدعم أو عملية أن ندفع بعض المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة. دكتور تامر، خدنا 5000 سنة عشان نطلع من 3% ل 6%، مطلوب 15 سنة نطلع من 6% ل 14%.
مساء الخير. أكيد أنا مش هتكلم أكتر من 5 دقايق. مش عندي الفترة المسموحة لي زي ما كان مسموح لنا في الأول كلنا كل واحد 5 دقايق. تنمية عمرانية. إحنا بنزيد بسرعة كبيرة. كمان بنزيد بكثافة كبيرة. إحنا زدنا السنة دي في 2014 2.6 مليون نسمة. واحنا المفروض نكون في سنة 2019 100 مليون نسمة. والمفروض نكون في سنة 2030 125 مليون نسمة. يعني والمفروض نكون في سنة 2052 185 مليون نسمة. دي الدراسات اللي احنا بنقراها كل يوم وبتجي لنا في الجامعة من معظم الاكسبرتس حوالينا. ما كنتش دقيقة قوي لكن احنا بنتكلم في حدود الارقام دي. في نفس الوقت احنا كمجتمع مدني، انا صراحة جاي من 3 اتجاهات، استاذ يعني من الجامعة في نفس الوقت انا بمارس مهنة بكثافة، كمان مؤسس لمجموعة واحد من مؤسسين مجموعة رمال اللي هي صاحبة مبادرة 17 اللي هي رؤية لمصر في 60 سنة الجاية. دي احنا مجتمع مدني وعمل رؤية لمصر لل40 سنة الجاية. برضه ممكن ما تكونش رؤية دقيقة اتعملت، لكن كانت مبنية على مجموعة من المعلومات اللي احنا في الوقت بنتحصل عليها كمجموعة من المجتمع المدني بمساعدة مجموعة من الشباب. في نفس الوقت ابتدينا نشتغل مع وزارة التخطيط في الفترة الأخيرة في إن احنا نبتدي نعمل الوقت بتاع الرؤية اللي احنا اوريدي الهارد بتاعها كنا عاملينه ومخلصينه قبل كده زي ما فعلا اللي قالوا احنا عندنا رؤية تقريبا خلصانة، والرؤية مبنية على إن احنا جمعنا معظم الرؤى المصرية اللي موجودة وكلنا بنسمعها وقريناها في الجرايد من ناس كتير جدا، سواء من هيئة التخطيط العمراني أو من بعض المستثمرين أو من مجموعة 2030 أو من مجموعة ممارات التنمية. كان في مجموعة مبادرات رؤى كتيرة جدا احنا جمعنا الليرز دي كلها وحطيناها على بعضها وطلعنا منها رؤية. بالنسبة لنا احنا كان مجموعة المركز النهائية. فكان عندنا ماتيريالز كتيرة للهاو فعلا من غير ما يكون كلنا كمجتمع، مش مجتمع مدني بقى، كمجتمع بصفة عامة متفقين على الهدف الأساسي. فاحنا مع وزارة التخطيط اشتغلنا في الفترة دي السنة اللي فاتت وطلعنا البيلر بتاع التنمية العمرانية. فلو سمحتوا لي اقرب الباراجراف بتاع الرؤية الأساسية لأن ده كل كلمة بنفكر فيها وليها فعلا معنى. بعد كده وراها مجموعة أهداف والكي بي أي ومؤشرات للقياس احنا هنوصل للموضوع ده ازاي وكده خلصت كده. فاحنا هي خريطة عمرانية تتميز بالديناميكية والترابط ودمج المعمار التاريخي والمعاصر وتعظيم الاستفادة والتوازن بين ثلاثية أساسية اللي هي الطاقة والمية والأرض، قادرة على مضاعفة مساحة العمران، وإعادة توزيع التنمية والسكان لتعزيز استخدام الموارد وإحلال وتطوير المناطق العشوائية ورفع جودة الحياة واستدامة تحسنها. دي حولناها لمجموعة أهداف ومؤشرات لقياس. فالأهداف زي ما موجود قدامنا كده، يعني رؤية ترجمت بعد كده لوضع خريطة قومية تجسد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبناها الدولة ممثلة في الجمهورية والبرلمان بغض النظر عن أي قياس سياسي بعيد. فاحنا كنا مسؤولين عن الكلام ده كده بالحرف الواحدة. القياس بتاعه برضو بطريقة سهلة عندنا إن احنا لازم يبقى عندنا وضع تشريع عمراني لمصر
بنهايه عام 2015، يعني المفروض بنهايه عام 2015 يكون عندنا تشريع عمراني لمصر، فده حاجه نقدر نقيسها، عندنا تشريع عمراني وعندنا تشريع عمران. انشاء مفوضيه تبع رئيس الجمهوريه ومجلس الشعب لمتابعه تحقيق الخريطه العمرانيه الجديده مع بدايه سنه 2015، المفروض تبتدي دي. الهدف هي مجموعه اهداف كتير حقيقه، انا هقرا احتمال واحد ولا اثنين منهم مش كلهم. بس انا محتاج اقرا كمان وضع رؤيه اقليميه ومحليه لكل اقليم ومدينه مرتبطه بالرؤيه القوميه تسعى لتنميه المناطق العمرانيه. احنا عندنا الكلام ده برضه سهل قياسه بالمؤشر اللي احنا حاطينه، بان احنا بنقول انهاء جميع المخططات العمرانيه واستعمالات الاراضي لجميع الاقاليم والمحافظات والمدن والمناطق الاستثماريه الخاصه في نهايه 2017، يعني لازم يكون عندنا مخططات استراتيجيه واضحه للمناطق الاقليميه الكامله. هعدي بقى كذا هدف كده. تخطيط وتنميه مدن جديده لاستيعاب الزياده السكانيه السريعه بدون عشوائيات. طبعا ده هدف نبيل. المؤشر بتاعه هيبقى زياده مساحه العمران في مصر بحوالي 5% من مساحتها الكليه حتى 2030 بواقع 1% كل 3 سنوات. ده برضه مؤشر نقدر نقيس عليه. انا طبعا التنميه العمرانيه لما الواحد يتكلم عليها كده حاجه فيو خالص بعيده عن اي حاجه ثانيه مش هتنفع تقف، لان ال 20 30 سنه اللي فاتوا احنا كنا فعلا بنتوسع عمرانيا، لكن غير الكلام ده من غير ما يكون ليه خلفيه ليه باك جراوند اقتصادي او اجتماعي مدروس. من خلال الرؤيه الجديده دي احنا بنقول ان